لانه في حاجه نمطيه كده انه البنات ما بتعرفش تهزر وانا بحب الهزار، فطول الوقت الناس بتقول لي ايه ده انت البنت الوحيده اللي بتضحكني، فحمد لله لقيت بنات تانية اللي هو ايوه هم كمان بيضحكوا، فحسيت انه ان احنا محتاجين اصلا نكسر النمط ده لانه مش حقيقي. لما اول مره قابلت ريم ونهى وبرنادات حسيت بقى كان في بقى اللي هو انفجارات في قلبي بتحصل، وحسيت ان انا عايزه اكون جزء من ده، وحسيت ان هما يعني كاني اللي هو ده اللي انا بدور عليه طول حياتي. البنت مش بيكون متوقع منها سبب انه اول لما بتعمل كوميديا هو ممكن بس يكون عشان هي بنت، ففي فريم كده معينه محطوطه فيه انه لو بس لمحتي الحاجه حساسه شويه ايا يعني كان ايه هي او موضوع حساس وتقولي رايك او بتضحكي فالناس هتبدا فاهم اللي هو ايه ده لا عيب لا بالظبط، حين لو ولد عمل ده فده يعني نفس الحاجه عادي. ده في مصر ده يعني ده في العموم كمجتمعنا ده، يعني لو احنا قاعدين في كافيه وبنت عايز تقول حاجه هتعمل توطي صوتها، ولد لا، فاهم قصدي؟ ده بالظبط بيحصل على المصري.